عندنا ذخيره، بيقول لك ما عندنا ذخيره، بيروحوا على داعش. ليكن كمان معروف اليوم كان صار بعد جربات بذب، ما عنده حرام بذب ذخيره. اجى يقاتل اخواننا المهاجرين بقلب عقربات ويقتل جماعه الدوله الاسلاميه. في عندنا دبابات، ليش ذخيره؟ في عندنا دبابات، في عندنا صواريخ كراس. تعرفون ليش؟ تعرفون ليش؟ عشان تطلع بعض فيها، عشان تطلع بعض فيها، عشان حرب الجيش فيها. السلاح، السلاح اللي طلع من مهين. انا بحكي رجع للجيش. وين وين؟ رجع للجيش. انا ما بخاف، انا ما بخاف غير من خلاني، ما بخاف غير من الركبه. والله السلاح اللي طلع من مهين نص مباع. رجع للجيش. وامس اخوات، اخونا القائد سرى، اخونا القائد سرى ابن عمو القائد سرى. كل سرعة تباعي يركبوا سيارات، يركبوا سيارات. عالم عطاك الكبي، عالم عطاك اللحم، وانا نبي حمص عم ياكل بشاس. مزبوط. اقسم بالله العظيم هذا شفته بعيني عم ياكل بشاس. يا حرام بس الله. طيب.